بعد الترحيب بسماحة السيد ومجيئه إلى النجف الأشرف ونرحب به كثيرا، وإن شاء الله هذه الزيارة مثمرة على الصعيد العراقي بالصعيد السياسي والصعيد الديني والصعيد الثقافي. فنحن لو صح التعبير تياران لا بد من أن يتوحدا لأجل النهوض بالواقع العراقي الخدمي والشعبي وكل المتطلبات الحياتية إن شاء الله. ليس المهم هو حجب الثقة، بل المهم أن لا دكتاتور في البين، وعدم التسلط على الحكم لو صح التعبير أو في الحكم. فسحب الثقة إنما هو مشروع وطني إن شاء الله، إذا تكاتفت عليه القوى العراقية فيتحقق، إذا كان في مصلحة الشعب العراقي، وإذا كان هناك رأي آخر فنحن مستعدون للسماع له.